السلام عليكم. نكمل مع نفس الموضوع مع الإكوفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر، بس هيك نركز سوا أنا وياكم لشيء، لنفس النقطة اللي أنهينا فيها الفيديو السابق، إن إحنا رسمنا R ورسمنا L. ليش رسمنا R و L؟ ال R هاي بتمثل، خلينا نسميها R1، بدي بطل أسميها RCU1، وهاي نسميها X1 أو XL1 زي ما بدك. هاي شو بتمثل؟ هاي بي سي يو 1 وهاي اكس ليكج في 1 اللي هو البرايمري سايد، البرايمري، تمام؟ هذول انا وياكم معترفين فيهم. نرجع للترانسفورمر، ما غيره. احنا الترانسفورمر هاي وصلنا البرايمري سايد مع فولتج سورس، لما وصلناه مع فولتج سورس صار في عندنا انبوت كرنت اي وفتي والفيزر فاليو بتاعته اي 1. طيب الان لما مر معنا هذا الامبير، احنا هذا شو قلنا؟ في فلكس الطاير والكور حمي معنا، ظل شيء نعبر عن الخسائر او اللوسز او اي شيء بعيد عن الايديال في البرايمري سايد ما ظل. فبالتالي الآن الفلكس اللي راح يطلع معنا وين كله حيروح؟ اللي ضل بعد ما خصمنا الليكج، شو ضل؟ هذا الفلكس راح يقاطع السكندري وايندينج. بما انه قاطع السكندري وايندينج، شو راح يصير فيه؟ راح يعمل انديوز فولتج على السكندري وايندينج حسب فارادز لو ان دي لامدا او دي فاي لينكج باي دي تي، كل الكلام هذا بنعرفه. الآن هذا الانديوز فولتج هل تم الوصول إليه عن طريق أسلاك ولا عن طريق فلكس؟ عن طريق فلكس. يعني هل في كونكشن بين البرايمري سايد والسكندري سايد؟ لا. يعني بعرف هاي الأيام إنه هذا الانتقال للفولتج من البرايمري للسكندري وايرلس، صح؟ وايرلس، بس إحنا ما بنسميه هون وايرلس. شو بنسميه؟ بنسميه إندكشن. Induction. عمل induced voltage بالسكندري سايد. هذا induced voltage بالسكندري سايد، هاي الفولتية قديش راح يتحول لهون؟ حسب الميديا اللي بيناتهم. كيف يعني حسب الميديا اللي بيناتهم؟ هو كله عايش على الفلكس، فحسب الفلكس اللي وصله. طب معلش تحكي لي انا الفلكس كيف تعبر عنه بهاي السيركت؟ الفلكس ايش اكثر شيء ازعجتك انا فيه بخصوصه؟ البي اتش كير. هذا البي اتش كير، هذا اللي له اسم جديد غير الساتوريشن كير، البي اتش كير، الاكسايتيشن كير. شو يعني اكسايتيشن كير؟ الامبير اللي مر هون، الامبير اللي مر هون كم راح يعمل لي انديوز فولتج هون؟ احنا ايديالي الفولتيه اللي هون والفولتيه اللي هون لينكد مع بعض بايش؟ واحد لاي او اي لواحد زي ما بدك، صح؟ فالانديوز فولتج على السكندري والفولتج اللي على البرايمري مربوطين مع بعض بالترنز ريشيو ايديالي، لكن كم في 1 وكم في 2 هذا مرتبط مع مين؟ مع الاكسايتيشن. مع الاكسايتيشن كم الامبير اللي انت مررته بالبرايمري كويل فانتج فلكس فعمل انديوز فولتج. فهذا العمليه اللي صارت هون، هاي اكسايتيشن. شو يعني excitation؟ يعني flux. الflux هل هو بالx axis ولا بالy axis؟ لا بالy axis. ايش في هون؟ ثلاث v phi و b، هذول الثلاث المسؤولين عن عملية الexcitation اللي هم الflux او الvoltage او الflux density. معناته عملية الexcitation شو هي؟ voltage dependent. شو يعني voltage dependent؟ يعني انت اذا بدك تعبر عنها بequivalent circuit لازم تكون مرتبطة بالفولتية. ارتباط شيء بالفولتية هل راح يخلينا نشبكه parallel ولا series؟ series يعني امبير بده يمر فيه. parallel شو معناته؟ يعني الفولتية نفسها تقريبا. فهذا الexcitation relation لازم نعبر عنها بشيء parallel. شو هو الشيء البارالل؟ تعال أنا وياك. أولاً هذا الإكسايتيشن علاقة مين؟ انسى إن إحنا بنحكي مغناطيسي، بنحكي كهرباء، علاقة V مع I. وسألتك السلوب اللي هون
v مع i، v على i شو بيعني لك؟ v على i بيعني لك انه x، هاي x نسميها انا وياك xm، في xm الماجنتايزيشن رياكتنس، هاي الماجنتايزيشن رياكتنس علاقة الكرنت بالفولت، هي الكرنت اللي مر كم تحول لفولتج، الاكسايتيشن كلها فولتج ديبندنت بروسيس، الامبير اللي مر كم تحول لفولتج، هذا بده ايش؟ نشطب هذا الميديا اللي هون وشو نضيف بدالها؟ نضيف بدالها رياكتنس، هاي الرياكتنس شو اللي جابها هون باراليل؟ لانه العملية الاكسايتيشن شو قلنا؟ فولتج ديبندنت، فاحنا محتاجين هنا نعبر عنها بشيء باراليل، هذا الشيء باراليل سميناه اكس ام، ام بتشير لشو؟ للماجنتايزيشن، للاكسايتيشن، للاكسايتيشن بروسيس او الماجنتايزيشن بروسيس، هاي عبرنا عنها باكس ام. طب معلش اسالك سؤال، الاكسايتيشن تم عن طريق شو؟ مرور الفلكس من البرايمري للسكندري، هل مرور الفلكس من البرايمري للسكندري ما بنتج عنه اي لوسز؟ بس حيكون جوابك اه. ليش؟ لانه احنا شرحنا اشي اسمه البي كور. شو هم البي كور؟ البي ايدي بلس بي هستريسز، هذول البي ايدي من وين اجوا؟ من مرور الفلكس بالكور. طب شو يعني مرور الفلكس بالكور؟ عملية الاكسايتيشن، فعملية الاكسايتيشن هاي اللي انت بتحكي عنها اللي هي فولتج ديبندنت، اللي منها ظهر معنا اكس ام، الاكس ام اللي هي بتمثل علاقة كم الكرنت اللي موجود معه بدي يعملنا فولتج، او سوري عشان يكون دقيق كلامي، كم الفولتج اللي بالسكندري بغض النظر كرنت ولا شيء، هاي كلياتها معها لوسز، معها شو؟ معها دي كور، هاي الريزيستر ليش موجودة؟ لانه الكور بده يحمى. اذا ذاكر بالمحاضرات السابقة كنت اقول لك بتحط ايدك على الكور، وكنت اجيب لك اياها مجازا مع انه مش كثير دقيق، تحط ايدك على شاحن الموبايل اللي عندك بتلاقيه حميان حتى لو ما كانش موصل باللود، هذا الكور لوسز، فعبرنا عنها بريزيستنس، هاي شو بدنا نسميها ار سي، ار سي بتمثل شو؟ ار سي هاي بتمثل هي تمثيل مش موجود المقاومه، هي تمثيل للكور لوسز، لها اسم ثاني لها اسم ثاني حكينا عنه اللي هي الايرون لوسز، بالترانسفورمر بالذات بسموها ايرون لوسز، ممكن تسمعها بغير الترانسفورمر، بس مبدئيا هي على اساس انه اغلب في كثير ترانسفورمرز الكور عباره عن معدن حديد. طيب هاي من وين جايه؟ من البي اي دي بلس بي هستريسيس. طيب خلصنا هيك ولا ما خلصنا؟ طلع معي هيك احنا وصلنا للايدل ترانسفورمر. كيف يعني وصلنا للايدل ترانسفورمر؟ شو بفرق الايديال ترانسفورمر عن النون ايديال ترانسفورمر؟ في ليكج بالبرايمري وفي كبر لوسز بالبرايمري، وعمليه الاكسايتيشن مش ايديال 100%. كيف يعني؟ في سلوب بين الفولتج والكرنت، ايديالي انت بتاخذ الفولتيه اللي بدك اياها عند الامبير اللي بدك اياه، بس براكتيكالي لا، في علاقه بيناتهم لينير، هاي الاكس ام وضحت لنا هاي العلاقه. طب الكور ما راح يحمى، ما في انرجي حنخسرها بالكور؟ لا، في انرجي حنخسرها بالكور، هي موجوده. طب ضل إشي يعني عفوا انت يعني بعدك عن الايديالتي باللوسز وبالليكج وبالريليشن بالاكسايتيشن او بالماجنتايزيشن ريليشن، فعبرت عنه كل شيء. شو ضل هسه؟ انك تعبر عن الترانسفورمر بالايديال ترانسفورمر، هنا نسميه اي 1 وبناتهم ايديال ترانسفورمر، وهون راح شو يصير؟ اي 2، هذا الـ E2 اللي احنا بنحكي عنه الـ Excited Voltage على الـ Ideal Excited Voltage على الـ Secondary من الـ Ideal Conversion. هنا بنقدر نحكي 1 لـ A أو A لـ 1 N لـ 1 Synod. حكينا هذا الكلام بسرعة. الآن مرور تيار في الـ Secondary Winding. مرور تيار بالـ Secondary Winding، هل راح يحمى الـ Secondary Winding؟ طبعاً، ما هو مرور تيار بالـ Primary Winding خلاه يحمى، مرور تيار بالـ Secondary Winding راح يحمى. كيف يعني يحمى؟ يعني heat، يعني energy، يعني power we can sense it، يعني average power. هاي شو بدنا نسميها؟ بدنا نسميها R2. هاي بتمثل شو؟ الكبر losses اللي موجودين وين؟ بالsecondary side. طب هل الflux اللي نتج معنا بالsecondary side، ما هو linkage flux، شو يعني linkage؟ flux من الاثنين، flux مقاطع الاثنين،
هل كل فلكس اللي مر هنا بسبب الامبير اللي مر فيه مر بالبرايمري؟ لا، اكيد في ليكج. هاي كمان نفس الخطوه عدناها JX2 او اذا بدك تسميه JXL secondary او 2 زي ما بدك. فظل شيء تخصمه؟ ما ظل شيء. الاكسايتيشن بروسيس كونها بتعتمد على الفولتيه تاعت السورس، هينا ضفناها جهه السورس، واللود هي موجود هون، هذا اللود اللي موجود معنا. هاي الاكزاكت سيركت اللي احنا وصلنا لها تمثل لنا الترانسفورمر. هاي الاكزاكت سيركت اللي امامنا، هاي الاكزاكت سيركت تعالوا نعيدها بس بشكل هيك ابسط شوي عشان السلايد يصير انظف شوي. هاي عندنا R1 R1 J X1، هذا لايش مالهم؟ ليكج كبر لوسز بالبرايمري. بعد هيك شو في عندنا؟ عندنا J X M وعندنا R C، هاي الايدي كرنت والهستريسيس لوسز اللي هي بدناش نضل نقول ايدي كرنت هستريسيس لوسز وكذا، حنسميها الايرون لوسز او الكور لوسز، وهي الماجنتايزيشن. بعد هيك شو عندنا؟ عندنا ايديال ترانسفورمر، هذا الايديال ترانسفورمر هو اللي نقل للاندكشن، هو تمثيل للاندكشن اللي صار معي، الوايرلس باور ترانسفير اللي صارت معي. طيب بعد هيك شو في عندنا؟ في عندنا هون R2 و JX2 وفي هون لود. هذا اللود شو وظيفته في الحياة؟ هو الهدف تاعنا. في عنده فولتية، هاي بدنا نسميها الفولتية V2. شو يعني قصدنا السكندري فولتج او اللود فولتج؟ هون ماشي I2 وهنا طالع من عندنا I1، والفولتية تاعت السورس شو بدنا نسميها؟ بلس ماينس V1. V1 هاي الاكزاكت اكوفلنت سيركت اللي كلياتنا بنعرفها. وهون عندنا واحد ل A او A ل واحد زي ما بدك، حتشوف بالنوتس شيء يمكن مختلف على يعني بس من A ل واحد او من واحد ل A بس ما في اختلاف في الشرح. هاي السيركت كنا نتعامل معها بسيركت 2 بطريقة مختلفة. شو كنا نشطب الايديال ترانسفورمر، يا اما ننقل هاي السيركت للسكندري او ننقل هاي السيركت لوين؟ للبرايمري. فيا كنا نشوف السيركت as seen from primary او as seen from secondary، اما primary او secondary. طيب لو بدنا نشوفها as seen from primary، بس هيك تذكيرا بسيركت 2 الليكج رياكتنس حتضل زي ما هي، لان هدول اصلا وين موجودين؟ بالبرايمري. والاكسايتيشن برانش ما راح يتغير عليه شيء، ار سي زي ما هي، و ار 1 جي اكس 1 اكس ام جي اكس ام، وبعد هيك هذا الفي 1 وهنا الامبير اللي هون بنسميه اي 1. الان السيركت الثانيه بالنسبه لنا، هاي السيركت شو راح نعمل فيها؟ راح نحولها ل another side. السكندري سيركت راح تيجي لهون وراح يظهر معي مقاومة أو reflected impedance، هاي R2 as seen from primary side. هل هي نفس المقاومة اللي كانت موجودة على السكندري side؟ لا، هاي reflected resistor. شو يعني reflected resistor؟ إذا ذاكرين كنا نحكي إذا تنتقل من الـ A للواحد زد ريفليكتد شو تساوي؟ إذا انتقالك من الـ A للواحد هي زد الأصلية على إيش؟ على A سكوير. وإذا انتقلت من الواحد للـ A زد ريفليكتد شو تساوي؟ A سكوير في زد الأصلية. المعنى انه هاي virtual impedance ما حنشوفها، virtual resistor ما حنشوفها، هي اصلا مش موجود، هي اصلا R2 نفسها مش موجودة، بس ممكن احنا نقيسها بعدين نتعلم كيف. المهم هاي reflected impedance اللي احنا بنحكي عنها. مش بس هيك، كمان ايش في عنا؟ leakage reactance. هاي leakage reactance حتكون JXL او X2
برايم. ليش برايم؟ لانه احنا هاي as seen from primary، لانها as seen from primary سميناها برايم، عليها برايم واحد. طيب بعد هيك هاي الفولتية، هل هاي الفولتية اللي هون، هل V2، هل هاي الفولتية V2؟ لا، هاي الريفلكتد فولتج بعد ما نزلت. يعني إذا كانت تيرنز ريشو 1:10 V2، إحنا هنشوفها هون، شرحنا شو معناته إحنا ريفلكتد بسيركت 2 as seen، يعني زي الميرور كنا نقول زي العدسات. V2 إذا كانت هون 100 فولت، أنت إذا بدك تقيسها من هون شو حتشوفها؟ حتشوفها 10، لأنه تيرنز ريشو حينزلها ل اليمين للشمال، حينزلها لعشرة، من الشمال لليمين حيزيدها لعشرة. فأنت حتشوف المية من هون على أساس أنها عشرة، هذا معنى reflected، هيك احنا شرحناها قبل. فالفولتية اللي هون ما حتكون V2 الحقيقية، حتكون V2 reflected. فV2 برايم شو تساوي هاي؟ V2 الحقيقية إذا أنت بتتعامل مع A لواحد، من واحد لA، فرح تقسم على A. إذا كانت A ذا واحد حتضرب بA. طب والأمبير اللي ماشي هون شو هاي؟ هل راح يكون قيمته I2؟ لا ما حيكون، حيكون I2 برايم. شو I2 برايم؟ اللي هو A في I2 زي ما كل ياتكم عارفين. طيب شو بخصوص V1 و I1؟ لا هم actual ما صارش عليهم شيء، هذا الكلام عكسه. وين حيكون؟ بالسكندري، بالسكندري سايد. بالسكندري سايد بالنسبة لنا لا، مين اللي راح يظل زي ما هو؟ السكندري، السكندري سايد هيكون عندي هنا R2 ما راح تتغير، R2 ما راح تتغير، حكينا انه R2 ما راح تتغير. نفس الكلام X2، J X2 برضو ما راح تتغير. وشو كمان؟ أي شيء سكندري راح يظل زي ما هو، V2 نفسها، I2 نفسها، ما حيتغير شيء، لأنه إحنا as seen from secondary. يعني لو جيت أنت قست الفولتية اللي هون، قست الأمبير اللي هون، أنت قسته هون، طبعا السكندري سايد كم قيمته؟ هتقول لي يعني بتمزح معي، منع السكندري. شو يعني منع السكندري؟ ما في فرق بين الأكتوال والرفلكتد، لأنك أنت على السكندري. هذا الكلام كلياته على السكندري سايد، واحنا وين ننقل الترانسفورمر؟ as seen from secondary side. مين اللي راح يختلف معنا؟ اللي راح يختلف معنا اللي هو البرايمري سايد. البرايمري سايد شو حيصير؟ حيصير عندنا في اكسايتيشن برانش جديد. شو عرفنا انه جديد؟ عرفنا انه جديد انه هو اصلا هو جهه السورس سايد الاكسايتيشن برانش. الآن هو وين موجود؟ جهة السكندري سايد، جهة اللود سايد. فراح يصير معنا هنا إيش الفولتية؟ مش V1، V1 دبل برايم، هنا برايم برايمري، دبل برايم، برايم برايم تطلع سكندري، مشوها. وهنا إيش عندنا؟ I1 بس شو ماله؟ as seen from secondary، وهاي JX1 دبل برايم، وهاي R1 1 دبل برايم، وهاي جي اكس ام دبل برايم، وهاي ار سي دبل برايم. فاذا بتلاحظ اللي باللون الازرق اللي هون شو صار فيه؟ كل هذا مش حقيقي، هذا ريفلكتد على السكندري سايد. هاي السيركت الاكزاكت ايكوفالنت سيركت اس سين فروم برايمري، وهاي اس سين فروم سكندري. اتمنى تكون واضحه لكم في نقطتين. هاي السيركت لو بدنا نحللها محتاجين مش أو نودل، غالبا نودل أسهل علينا. نقطة ثانية، قيم XM و RC، هل قيم عالية هاي ايديالي؟ هل هم عاليين ولا قليلين؟ ببساطة تخيل معي لو كانوا قليلين شورت سيركت، لأنك أنت متخيل أن السلك ايديالي شورت سيركت. هون الكلام معكوس، لو كان هذا شورت سيركت كل هاي السيركت ما حيوصلها باور، كل هذا حيكون شورتد، شورتد على اليمين. فايديالي قيم ال RC وال XM شو مالهم؟ هاي او حتى very high، very high. هم ليش؟ لانهم شو بيمثلوا؟ بيمثلوا اللوسز تاعت الكور. شو اللوسز تاعت الكور؟ V square على RC. تخيل معي قيمة RC تكون قليلة،
وبالتالي اللوسز شو حتكون؟ عالية جدا. لا لكن براكتيكالي الافشنسي تاعت الترانسفورمر يعني قريبة من 90 و95%، فمعناته احنا عارفين ان اللوسز تاعت الترانسفورمر شو مالهم قليلة. فالار سي شو لازم تكون براكتيكالي هاي فاليو. كل ما زاد الايدي كارنت والهستريسز لوسز يعني النيو تاعتهم ما كانتش هاي والفريكونسي اختلفت والامور هاي، الار سي شو بصير فيها؟ قيمتها بتقل. لما قيمتها بتقل الافشنسي شو بصير فيها؟ برضو الافشنسي بدها تصير تقل معنا. اوقف هون وان شاء الله الابروكسيت كوفرنت سيركت حتكون بالفيديو القادم. يعطيكم العافيه.